أعزائي الأصدقاء، تحياتي وتقديري أحييكم حميد عقبي، وفي هذا اللقاء الخاص متابعة لموضوعنا أو ملفنا أشهر الأفلام العربية المسروقة من أفلام أجنبية، أفلام مصرية مسروقة من أفلام عالمية، تأملات سينمائية. وكنت قد توقفت معكم مع تقريبا هذه الحلقة 22. 20 تناولنا 21 عمل سابقا، واليوم نتناول الفيلم او الموضوع 22، وسنقبل ان شاء الله معكم الى 50 او ان شاء الله الى 100. بدي اذهب معكم وللمره الرابعه ساذهب بكم مع المخرج المصري بيتر ميمي. بيتر ميمي ما شاء الله عليه، هاوي سرقه، يعني سرقه الافلام في دمه، وهو قليل الابداع حقيقه. أنا كنا تناولت البارحه فيلم الهرم الرابع، وهو مسروق من فيلم امريكي اللي هو مستر، او المسلسل الامريكي مستر روبوت. تناولت ايضا معكم فيلم الارض بيتكلم، وهو ايضا مسروق، وتناولت معكم ايضا فيلم السبوبه، وهو مسروق من فيلم الامريكي مستودع الكلاب. وعلى فكره يعني كان كتب الي البارح احد الاصدقاء أن مستودع الكلاب أيضا هو ليس يعني فيلما أصيلا، أو هو مستوحى من فيلم صيني أو فيلم لمخرج صيني شهير جدا، وسأتحدث معكم في لقاء قادم عن هذا أو عن هذا الموضوع. ولكن أذهب بكم في هذه الحلقة، سأذهب بكم إلى فيلم بيتر ميمي الذي أنتجه في 2022، يعني تجربته تقريبا الأخيرة السينمائية أو ما قبل الأخيرة، والله ما أدري كيف، ولكن 2022، تصوروا 2022، ويذهب ويسرق من فيلم أمريكي اللي هو ليتل ميس سانشاين. هذا الفيلم الأمريكي المعروف، فيلم أمريكي أو اسمه أيضا باللغة العربية فيلم ملكة جمال أطفال سانشاين. هذا الفيلم الذي أنتج في 2006، وإخراج الزوجين اللي هم فاليري فيرس وجونثان دايتون. هذا الفيلم مشهور، وحتى وجدت أنه عندما تم عرض هذا الفيلم كان هناك كثير من الضجيج الإعلامي حقيقة، كان كثير. يعني هنا في وجدت تقرير لعلياء طلعت كتبت من أجل زيكو: هل تفسد فوضى الاقتباس نجاح الفيلم؟ وهذا مقال لها في موجودة على قناة الجزيرة، أو موجودة على قناة الجزيرة. طبعا نعود إلى هذا الفيلم اللي هو بيتر ميمي، حدث كثير من الضجيج، والكل قالوا إنه مسروق، وحتى الأغنية اللي هي الغزالة رايقة، وهذه يعني حصدت حوالي 43 مليون مشاهدة في خلال أسبوعين. كان في ضجيج، وكان في دعاية ضخمة 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 جدا حولها، مما أدى إلى انتشارها انتشار كبير. ولكن في الأخير طلعت أنها مسروقة من أغنية روسية شائعة، يعني بيتر ميمي والمنتجين قالوا: لا والله الكلام ده مو صحيح، وهذه مو مسروقة ولا مقتبسة، ونحن عارفين بالأغنية. لكن بالنسبة لفيلم ليتل ميس سانشاين، مستحيل أنهم يقولون أنه غير، أنهم لم يتأثروا بهذا الفيلم، أو أنهم لم يجدوا هذا الفيلم، أو أنهم لم يشاهدوا هذا الفيلم، لأن الفيلم أيضا عرض على قنوات عربية عديدة، والفيلم مشهور يعني لأن لديه طابع، أو طابع نوع من أعود إذا بكم، سأذهب بكم هنا وسأذهب بكم هناك. يعني بالنسبة للفيلم من أجل زكريا، يعني هذا الفيلم ربما راهن المخرج على عدد من النجوم الموجودين معه هنا، ودائما راهن هو على كريم محمود عبد العزيز، كذلك منة شلبي، كذلك عدد من النجوم. ودائما المشكلة يعني منة شلبي، يعني كان لديه فرصة، ومنة شلبي يعني مستغرب جدا، يعني فنانة واشتغلت مع فنانين، هي اشتغلت أيضا لديها عدد من الأفلام، وهذه الأفلام مسروقة من أفلام أجنبية ومقتبسة بشكل مبالغ جدا، يعني ليست هذا الفيلم الأول وليس الفيلم الأخير. يعني في عندنا مشكلة جدا في النجوم، عندما يعرف أنت 2022 والعالم قرية صغيرة، والعالم الزقاق صغير جدا، وأنت يعني تراهن، أو أنت يعني تجازف مجازفة خطرة جدا بالدخول أو بالاشتغال على، أو بالدخول يعني بأنك يعني تقوم وبأنك يعني تعمل في عمل مسروق، وخاصة أن عندما تكون أو تصبح أنت مثلا يعني يقال لك بين قوسين نجم، ويقال بأنك يعني هذا النجم، معناه أنك أيضا لديك ثقافة فنية. ولكن أنا سأتناول معكم هذه ربما في قضية هي عارضة،
ما نلاحظه ربما في السينما العربية أو طريقة الاشتغال على السينما العربية أن الممثل يراهن على دوره 10%، يعني 90% هو يسعى، يعني بعد ما يعمل هو يبذل 10% فقط أو أقل 10% في دوره أو في جهده داخل العمل، ولا 90% يبذله في الدعاية على السوشيال ميديا، في المقابلات، في اللقاءات الصحفية، في المشي، في افتتاح العرض الأول، العرض الثاني، الذهاب إلى دبي، الذهاب إلى الرياض. فأغلب الآن الفنانين هم يعملون يعني بطريقة 10% إبداع و90% دعاية. يعني هو المفروض يعمل 90% إبداع و10% دعاية، لكن النجوم العرب أو الذين يصلون أو يسمون أنفسهم أو يصلون بالفعل إلى مرحلة النجومية فهم في حقيقة يعني هو قاعد و لا يهمه مقدار الدور، لا يهمه مقدار الشخصية، لا يسعى إلى تطوير الشخصية أو لا يسعى إلى أن يبذل جهدا كبيرا في الشخصية، بينما بعد ذلك هو يسعى بكل ما لديه من قوة يعني في الدعاية لعمله، يسعى بكل ما فيه من قوة عبر السوشيال ميديا، عبر اللقاءات، عبر الكذا، عبر النفي، هذا فيلم ليس مسروق، هذا فيلم أنا اشتغلت فيه، نحن بذلنا فيه. ولو أن يعني احنا لو نشاهد ربما الآن، لو نشاهد الآن ربما لو شاهدنا الآن، لو شاهدنا الآن إن هناك مثلا، لو شاهدنا الآن أن مثلا أكثر الهاشتاج وأكثر الأشياء يعني على أكثر الهاشتاج الموجودة بالنسبة للفنانين عندما يصير هاشتاج على فنان أو تراند، سنشاهد أن التراند هذا أو الهاشتاج حقيقة يكون ماذا؟ يكون مثلا هذه الممثلة طلقت، هذه الممثلة تزوجت، هذه الممثلة ظهرت عارية، هذا الممثل خان زوجته، هذا الممثل تزوج أو خطب على زوجته أو ترك زوجته، هذا الممثل مش عارف إيش، هذا الممثل اشترى سيارة يعني آخر موديل، هذه الممثلة اشترت إكسسوار مش عارف إيش، هذه قصة شعر، هذه قصة، هذا فستان طويل، هذا فستان قصير. يعني هذه الهاشتاجات للأسف الموجودة أو هذه الترندات التي تكون بالنسبة للممثلات أو للنجمات والنجوم العرب، أما بالنسبة يعني يأتون بهاشتاج أو ترند يقول مثلا والله هذا الممثل كان شخصية هذا الممثل أبدع إبداعا كبيرا، الدليل على ذلك مثلا محمد رمضان، يعني مرة يمشي معه كلب، مرة يمشي معه أسد، مرة يمشي معه نمر، مرة يركب جمل في داخل نيويورك، مرة يستعرض ثروته من الذهب والفضة أو فلته أو خطيبته أو زوجته أو مرة. فهذه هي للأسف الشديد، هذه هو الاشتغال أو هذه هي الدعاية، تكون يعني المخرج نفسه هو يعتمد على هؤلاء النجوم لما يقدمونه من دعاية. أنت نجم، أنا بختارك، أنت منذ بداية العمل، منذ بداية اليوم التصوير الأول تبدأ في الدعاية للعمل عبر صفحاتك السوشيال ميديا، عبر اللقاءات مع القنوات الإذاعية، وإحنا الآن سنحقق عملا عظيما، هذا العمل سيكون مختلفا تماما عن أي فيلم مصري سابق أو قادم أو كذا، هذا العمل سوف يكتسح الشاشة، يعني حتى النقاد عندما تبدأ هذه الأعمال في تصويرها، وهذا الفيلم يصور بميزانية كذا كذا، وهذا الفيلم يذهب إلى قرية كذا كذا أو مدينة كذا كذا، هذا الفيلم يصور بكاميرا، يعني نستغرب النقاد بعد عندما تنتهي الفيلم وعندما عرضه الأول، وعلما بأن هذا الفيلم تم تصويره بكاميرا تقنية أولى لا يوجد منها في الشرق الأوسط، هذا العمل مش عارف ماذا، يعني هل يعني هون العبرة جودة فيلم أو جودة فيلم، يعني لأن الكاميرا جيدة، إذا كانت لديك كاميرا جيدة ولديك تقنيات جيدة ولديك أجر كبير جدا أنت تدفعه للممثلين أو للفنانين، ولكن للأسف الشديد الدور أو الجهد الإبداعي بتاعك هو بسيط وهو متواضع وهو ضعيف، وما تصوره الكاميرا، كاميرا ممتازة جدا وكاميرا تقنية جدا، يعني بيتر ميمي يصور بكاميرات ذات تقنية عالية جدا، لكن ما يوجد أمام الكاميرا ليس إبداعيا للأسف الشديد. فلذلك يعني هذه هي الضربة أو هذه هي الموضوع الحقيقي، أن أنا إيش دخل أن أنت تصور بكاميرا مثلا رقم واحد في العالم أو تصور بكاميرا متواضعة أو متوسطة ولا كذا، ولكن أنا ما يهمني كمشاهد، ما يهمني هو ما تقدمه أنت من عمل،
أنا ما يهمني هو الكادر الذي رسمته أنت، ما وصلني من هذا الكادر، يعني ما وصل من مثلا كيف أنت أثرت، كيف جعلت شخصياتك تتحرك أمام الكاميرا، كيف جعلت شخصياتك تؤدي أدوارها، كيف خلقت شخصيات، وكيف هذا هو المهم بالنسبة للناقد. يعني أغلب النقاد الآن عندما يذهبون ويأتون إلى الشاشات، يعني أول شيء يقول لك والله وهذا إيرادات العمل صارت 5 مليون وهذا إيرادات العمل 10 مليون. بعض النقاد يقول أنا لست لي دخل، يعني هذا العمل مقتبس مسروق ما لي دخل، المهم أن هذا العمل نجح واستطاع أن يعيد مثلا الفلوس الذي أنتجت به. هذا خطأ وخطأ كبير، لأن العمل عندما تعمل عملا سينمائيا فهل أنت فقط المقام الأول أننا أنا أنفقت 5 مليون أو 10 مليون جنيه أو دولار أو كذا، وما يهمني هو أن يستعيد، أو أن نجاحي هو أن أستعيد هذا المال. طيب أنت استعدت هذا المال وبعد ذلك العمل مال، لأنك أنت ضحكت على الناس بالدعاية الخرافية، الدعاية الكبيرة جدا على السوشيال ميديا وعلى القنوات المصرية. القنوات المصرية من حقها يعني، والقنوات العربية أكثر من 100 قناة يعني، وخاصة إذا كان من إنتاج روتانا تتدخل أيضا القنوات مثلا، أو من إنتاج خليجي تتدخل القنوات الفضائية للدعاية إلى هذا العمل. إذا فهذا ليس معيار أنك تستعيد مالك. أنت أنفقت 10 مليون أو 20 مليون وتستعيد هذا العشرين المليون بسبب يعني بيع الفيلم، العرض، بيع الفيلم على قنوات، بيع الفيلم على قنوات للعرض وكذا، تستعيد أموالك. ولكن بعد ذلك الناس خلص، يعني الناس تخدع، الناس تخدع مرة، اللي دخل مرة واللي مرتين لا يظل أو لا يكون أو لا يسجل من ضمن كعمل إبداعي. هذا عمل تجاري الآن. أعود بكم حقيقة إلى الفيلم الأمريكي، هذا الفيلم الأمريكي اللي هو ليتل ميس سانشاين أو سانشاين، أنتج في 2006 وهو من إخراج الزوجين كما قلت فاليري بايرس وجونثان دايتون. طبعا هذا الفيلم ينتمي إلى أفلام اللي هو أفلام الرحلة. أفلام الرحلة دائما أو أفلام الطريق هي استكشاف للذات، استكشاف لأماكن متعددة، استكشاف لشخصيات متعددة يعني. وهذا الفيلم من الأفلام الذي يعد هو ليس في يعني فيلما صور، يعني صور تقريبا أغلبه في مشاهد خارجية. فنحن الآن هنا مع هذا الفيلم، هو صورة مغايرة من أفلام هوليوود، يعني لسنا هنا مع فيلم من أفلام هوليوود. الأكثر جمالا في هذا العمل أن هناك سخرية من جعل البطل يفوز دائما. يعني نهاية الفيلم يعني ونحن هنا في هذا الفيلم مع هذه الطفلة الأنيقة، هذه الطفلة اللي هي هذه الطفلة التي تحاول، أو هذه الطفلة التي تريد أن تفوز بملكة جمال الأطفال اللي هي أوليف، أدتها الدور طبعا إيبي جيل بريسلين أدت الدور بنجاح جميل وفازت بعدد من الجوائز عن هذا الدور. ومن هذا الدور انطلقت إلى أعمال متعددة. أنتم تعرفون هذا الفيلم الأمريكي، والفكرة بتاعه عبارة إن يعني أوليف هي تسجل أو تشارك في مهرجان أو تسجل من أجل الفوز بملكة جمال الأطفال في منطقة أو في ساحل يبعد عنها أكثر من 1000 ميل يعني في كاليفورنيا. فالأسرة تقرر أو الأم تدعم هذا التوجه وتعد الطفلة بأنها ستسحبها إلى هذه الجائزة أو إلى هذه المشاركة أو إلى هذه المسابقة، رغم أن يعني البعد الجغرافي حوالي 1000 ميل. العائلة تقع هنا في التي تتكون من أب وأم، وتتكون من أخ أكبر، وكذلك يوجد أب وكذلك يوجد عم. فسنجد أن هذه العائلة يعني لديها الكثير من المشاكل الاجتماعية، لأن نحن مع عائلة تعود إلى الطبقة الوسطى، نحن لسنا مع عائلة بيروقراطية ولسنا مع عائلة تاجر. يعني الأب يحاول أن يأخذ إحدى مع شريك له إحدى الفرص أو إحدى الصفقات، لكنه هو يذهب وهو يأمل أن هذه الصفقة تتم. الأم تساند الابنة ويبدو أنها أيضا ربة بيت. سنجد هنا يعني نحن أيضا مع شخصيات متعددة وأفكار متعددة في الحقيقة في الفيلم الأمريكي. يعني إذا تناولنا مثلا أو نبدأ نتناول مثلا دور اللي هو ستيف كارييل في دور أونكل فرانك. أونكل فرانك هذا الشخص الذي كان معيد أو كان أستاذ بإحدى الجامعات الأمريكية، وعلى فكرة هو متخصص في دراسة الكاتب الفرنسي بروست.
وهو يعد نفسه الأول في معرفة هذا الأدب أو هذا الأديب، وهذا الأديب هنا يسحبنا الأدب البروستي أو الأديب أو شخصية الأديب الفرنسي بروست، الأديب الفرنسي. فهذا الأديب الفرنسي سنجده معنا، أو سنجد أن فرانك هو متخصص في هذا الأدب. إذا نحن هنا مع أيضا هذا الرجل اللي هو يعني ينتمي إلى أو لديه ميولات مثلية، يعني مارسيل بروست، عفوا الأديب مارسيل بروست. عفوا أنا كل مرة وأنا أعمل حديث دائما ما أعطس مرة أو مرتين. إذا سنجد أن هذا الشخصية أو شخصية أنكل فرانك، أولا هو يعني يميل أو لديه ميولات مثلية جنسية، وكان لديه حبيب، وهذا الحبيب يعني عندما طلب من حبيبه الزواج أو طلب من حبيبه أنه يعيش معه أو أنه كذا أو صارحه بحبه، لكن حبيبه ذهب إلى شخص آخر، وهذا الحب أو هذا جعله أو دفعه إلى محاولة الانتحار. إذا نحن يعني مع عائلة يعني تعاني من أشياء كثيرة، يعني هذا اللي هو أنقل يعني عانى من أو كاد أن ينتحر. نحن أيضا مع آلان أركين في دور الجد، وهذا الجد هذا شخص أيضا يعني ظريف جدا، وهو يعني ديناميكي أيضا في العمل، لأن هذا الشخص يعني هو مدمن على المخدرات، وهو مدمن على مشاهدة المجلات الإباحية، هو يحب النساء، وحتى أنه في إحدى الحوارات يقول لي يعني يحب التغيير ويحب الحياة. يعني عندما يأتي في بداية الفيلم في ويجدهم وهم كل يوم يأكلون هذا البروست أو يأكلون الدجاج، يقول يا جماعة فاكن دجاج دجاج كل يوم، يعني بدنا حاجة غير تشيكن، بدنا نذوق أكل، بدنا كذا. ولكن أنت تعرفون الحياة في اللي هو كانوا قبل السفر، فالحياة لها واقع خاص في الغرب، مما يدفع بعض العائلات أنها يعني تكون عاداتها الغذائية جدا سيئة. إذا هذا الأب الذي هو حتى يتحدث إلى حفيدة، أو هو الابن الأكبر أو الأخ الأكبر لأوليف، ويقول له يعني أنا أدعوك أنك عندما تكبر أو من الآن ابدأ ابحث عن إناث وابحث عن فتيات، عاشر الفتيات. الأخ الأكبر اللي هو بول دانو، عليك أن تعاشر الفتيات، عليك أن لا تكتفي بامرأة واحدة، عليك أن تنفتح، عليك أن تعمل، عليك أن تمارس الجنس بقوة بعمق، عليك أن تكون منفتحا، عليك. نجد الآن أيضا الأخ اللي هو الأخ الأكبر اللي هو دانو في دور الأخ الأكبر، وفي البداية هو يكون محبط ويكون يعني لا يتحدث ويكتب فقط بالورق، ولا يريد أن يتحدث ويكون في حالة سيئة، وحتى عندما يتحدث بعد ذلك ويقول لعمه أو يقول لعمه فرانك أنا أتمنى أن أغمض عيني وأصحو وأجد عمري 18 سنة، لكن العم يقول له ستكون سيء جدا أو ستكون تجربة سيئة جدا، لأن من 16 إلى سنة إذا ما أردنا وإذا لم نخوض هذه المعاناة، مثلا معاناة وأنت طالب في الثانوية وامتحانات وصداقات و محبات، ويعني لن يكون هنالك في ذاكرتك عندما تكبر شيء، لأن أكثر الأشياء ربما تلتصق في ذاكرتنا يعني عندما نكون في يعني مراهقين في سن المراهقة، وتلك مرحلة الثانوية مرحلة ما فيها من يعني اكتشاف للذات وتكوين. نحن أيضا هنا مع اللي هو الأب اللي هو غريغ كينيار، يعني كان دور فعال جدا وديناميكي جدا. كذلك اللي هي الزوجة أو الأم اللي هي توني كوليت، يعني أيضا كانت متألقة. يعني هذا بحسب يعني أنا وأنا أبحث عن هذا الفيلم الأمريكي، فوجدت بعض الملاحظات أو بعض التعليقات عليه، يعني عده البعض وخاصة التعليقات الفرنسية أو بعض النقاد الفرنسيين، يعني كان فيلم مدهش، لأنه هو يعني خاصة هذه الميزة. يعني في الفيلم الأمريكي دائما ما يكون البطل ينتصر البطل ويحقق كل إرادته، لكننا سنجد في النهاية في نهاية هذا العمل الطفلة لم تفز في هذه المسابقة ولم تحقق شهرة ولم تحقق كذا، يعني بمعنى أيضا. ولكن هي كانت الفيلم هذا بعبارة أنه استكشاف ذاتي لكل واحد منهم،
يعني المواقف اللي حدثت لهم الطريفة خلال هذا الطريق، المنغصات، السيارة تعطلت، اللي هو مكبس أو هذا بتاع السيارة، يعني أصبحت هو يستطيع أن يقود على الواحد أو الثلاثة على طول أو الرابع، يعني ما يستطيع أن يكون من الثاني إلى الثالث، لا يستطيع أن يشغل السيارة، يضطرون إلى دفعها. في الأخير هذلك البوق أيضا الذي يتعطل ويصبح معلق، وتصبح السيارة تسير وهي يعني، والبوق يعني يصرخ أو يحدث ضجيجا. والمفاجأة الكبيرة كانت اللي هي موت الجد، اللي هي موت الأب، يعني الجد، كان موت الجد كارثيا، مما اضطرهم انهم البقاء، وعليهم مساله ان يعني الموت هذا كان بسبب انه يعني اولا اصيب بحادث او اصيب بسبب تناول جرعه كبيره من المخدرات، وعندما اسعفوه يعني وجدوه ميتا، وكانوا مضطرين انهم يؤخرون رحلتهم، ولكن الاب يعني قال لا مستحيل، ابي كان أو الجد كان يحتاج أن يرى أوليف بأي ثمن وهي تشارك في هذه المسابقة ودربها، لذلك يأخذونه ميتا إلى أن يصلوا إلى المسابقة، وهناك بعد ذلك يبحثون عن إحدى الوكالات في للدفن. سنجد أن يعني أيضا هنا أشبه الفيلم الأمريكي ما يقارب أو أشبه بما يعني، كأنه أيضا نقد لهذه المسابقات، يعني كانت مديرة المسابقة متعجرفة جدا، يعني أولا هم تأخروا دقيقة أو 30 ثانية ورفضت، ولكن أحدهم قبل. عندما أدت أوليف الدور بتاعها وكانت ترقص وكانت شجاعة وأنيقة ومزقت ملابسها وعملت رقص، فإذا بها يعني تصرخ فيها وتريد إنزالها من المسرح، الكل صعد إلى المسرح واستمرت الأغنية أوليف ورقصها إلى أن انتهت. بعد ذلك استدعوا الشرطة وكان الحكم عليهم بأنهم لا يشاركون أبدا في هذه المسابقة، يعني كان أشبه بعقاب. فهون النهاية لم تكن نهاية يعني أنهم انتصروا وأنهم، ولكن النصر الحقيقي كان عودة الكلام أو عودة شجاعة الأخ الأكبر أنه يتكلم، الثقة الذي كسبها فرانك في ذاته ونفسه، وجعله كأنه يعيد استكشاف ذاته. كذلك الأب يعني هو أيضا خسر صفقة ولم ينجح فيها، لكنه أيضا هنا الطفلة، أيضا الطفلة هنا حققت اللي هي ما كانت تريد أن تفعله، وهو المشاركة. يعني كانت هي تقول أنا سأفوز، ولكن عدم فوزها في هذا المسابقة أو كذا لم يكن يعني عامل هدم هون، يعني كانت بمثابة السخرية من هذه المسابقات الروتينية أو هذه المسابقات الشكلية التي تعقد في الفنادق الفخمة. يعني والله ملك الجمال، والله أمير الشعراء، والله أمير الفقراء، والله أمير الرواية، كما إحنا في العالم العربي. يعني هذه كل هذه المسابقات شكلية ولا يسا فيها إبداع، أو هي لا ترحب بالإبداع، ترحب فقط بالشكل، ترحب فقط في التقليد. يعني كأن هذا الفيلم قال هذا، الفيلم الأمريكي قال أشياء كثيرة جدا، فلسفية، روحية، اجتماعية، إنسانية، ترابط، ضحك، كوميديا، والمصادفات الكوميدية لم تقع في التهريج. نذهب إلى الفيلم المصري، نقع نحن في كارثة، كارثة كبيرة جدا. أولا إحنا مع أب هو يعمل إلى يعني، وهذه ليست يعني مشكلة، أنه يعمل في نقل الموتى أو يقود سيارة لنقل الموتى، يعمل مع أحد الحوانتة أو الحانوتيين. زوجته منى شبل، يعني منى شلبي، وهي أيضا أم جاهلة أو لا أمية، يعيشون في حارة صغيرة صغيرة جدا، معهم هذا الطفل اللي هو زيكو، وهذا الطفل يعني ذكي أو عبقري، لذلك مدرسته يعني رشحته بأن يشارك في هذه أو في مسابقة خاصة بعباقرة مصر أو أطفال عباقرة مصر. لديه عم، وهذا العم مدمن مخدرات، لديه جد، وهذا الجد يعني عنده الزهايمر. والمشكلة الكبيرة في الفيلم أولا الكاستنج، إنه اعتمد جدا فقط على البطل والبطلة، يعني اعتبر يعني هاي المشكلة دائما في الأفلام، أنك أنت الكاستنج بتاعك يكون فيه ضعف كبير جدا. يعني هذا الضعف ناتج عن ماذا؟ ناتج أنك تريد أن تعمل، يعني هو يريد مثلا أن يعمل كريم أو كريم محمود عبد العزيز ومنى شلبي، ولا يريد أحد أن ينافسهم، يعني لم يأتي بشخص آخر أو بأشخاص الآخرين كلهم يجب أن يساندوا هؤلاء.
بحيث تزدهر نجومية كريم محمود عبد العزيز، بحيث تجتهد أو تبتس أو تزدهر نجومية أكبر لما يسمى عفوا للفنانة منى شلبي. فهذه هي المشكلة، الكاستنج كان دور الأب، الأب كان يعني اللي هو الجد عفوا، الجد كان دور يعني غير ديناميكي، يعني شخص تايه، شخص لا يمتلك فلسفة، شخص لا يمتلك كذا، بينما في الفيلم الأمريكي سنرى أنه يمتلك رؤية للإنسانية اللي هي اللذة. أنا أريد أن أعيش، أريد أن آكل أشياء كثيرة، أريد أن ألبس، أريد أن أسافر، أريدك أنت أن تفعلي، أريدك أن تنجحي. كان لديه ارتباط روحي ولديه ارتباط كبير جدا مع حفيدته، كان يدربها على الرقص ويدربها على كذا. يعني هون الجد فاقد العلاقة حتى مع ابنه، يعني فاقد العلاقة حتى مع نفسه، شخص مهمش أو شخص أيضا هو يعني الممثل، لا أدري بالضبط يعني من هو الممثل، لكنه الممثل لم يؤثر فينا. يعني النقطة الوحيدة جدا اللي بالفيلم عندما يكون مع واحد أو كذا يعترضهم أحدهم فيقول السيارة سيارة الموتى، فيقول له والله إحنا كلنا سوف نذهب على هذه السيارة يوما ما، يعني هذه السيارة هي ستأخذ جثتك وتذهب بك إلى العالم الآخر. يعني كانت هي نقطة وحيدة جدا فقط اللي هي كانت موجودة. سنجد أن المصادفات، يعني هذه الأسرة عندما تحصل على كذا حتى يبدأوا والله الجواب مش عارف إيش، إنه هذا الرسالة اللي أخذها الجد والجد لا يفتكر. سنجد إنه الأم، يعني من المشاهد المعتادة جدا في السينما المصرية والأفلام المصرية، والله واحدة سيدة وتأتي في الحارة وتصرخ ابني عبقري وابني ملك كذا وابني ذكي وانتو يا حارة يا وسخين وانتو كذا وانتو كذا، نفس الكلام. يعني ما فيش ذا الكلام الجديد اللي هي منة شلبي ما قالت شيء مفيد. يعني منة شلبي يعني حتى أمه لو كانت جاهلة، يعني لكن ان الطفل هنا، الطفل هنا مهمل تماما، اهمل تماما طيله يعني وقت الفيلم، لم يظهر الا في الجزء الاخير اللي هو كان قصدي ظهر باناقه عندما في نهايه الفيلم عندما غنى الاغنيه الغزاله هذه او مش عارف ايش. لكن العمل الفيلم هنا لم نعكس، الفيلم لم يعكس رؤيه للمكان، رؤيه للشخصيات، رؤيه للاشخاص هؤلاء وما يقولونه. الذي سنجد ان في الفيلم الامريكي كانت الطفله تسال وتسال وكانت يعني تربط العلاقه وكانت تؤدي الى استكشافات، يعني مثلا تقول لاخوها والله بدي اعمل لك استكشاف لامتحان النظر اللي هو الالوان، فيكتشف الاخ كان يريد ان يكون طيار، يذهب الى مدرسه الطيران بعد الثانويه، فاذا به يكتشف انه لديه عمى الوان. يعني الطفله هاي حركت، الطفله تاتي وتقول ابي او جدي مات. الطفلة يعني أحيانا كانت عندما تعمل على أذنها الموسيقى وهم يتحدثون في أشياء، يعني يتحدثون في أشياء جنسية أو قضايا جنسية أو أشياء من كذا، عندما كان الجد يتحدث فهي كانت لا تسمع، ولكن بعد ذلك تقول أنتوا على إيش تحكوا، فيقول لها الجد والله نحكي على السياسة، تقول لها السياسة ما تهمنيش. عكس الفيلم الأمريكي وجهة نظر هذه الطفلة، عكس الفيلم الأمريكي هذا الأداء وهي ترقص، عكس الفيلم الأمريكي باعتبار أنه الطفلة هي البطلة. يعني أنت عامل في الفيلم وأشار إليها، أشارت إليها المقالة اللي كتبتها هذه في الجزيرة نيت، يعني أظن اللي كتبتها علياء أو علياء طلعت، أشارت إلى أن فعلا كان الطفل في الفيلم الأمريكي مهمل جدا. تقريبا كل الشخصيات منزوعة الدسم، منزوعة الروح، المصادفات، إن السيارة تتعطل، نفس الموجود. يعني كل أولا كان الفيلم الأمريكي هو نسخة بالضبط كما الفيلم عفوا الفيلم الفرنسي، الفيلم المصري يا عمي الفيلم بيتر ميمي كان نسخة في المسار الدرامي في الشخصيات مثله مثل الفيلم الأمريكي، لكن الفرق أن شخصيات الفيلم الأمريكي ضعيفة مهترئة أداء باهت، المصادفات، الأشياء التي حدثت لهم في الطريق كانت عبارة عن تهريج، كان هناك يعني يدخلوا مرقص ويفعلوا كذا وكذا وأشياء يعني ما إلها مذاق، ما إلها طعم يعني حقيقة، أو ما لها يعني ما لهاش يعني، بمعنى أنك أنت لم تستطع أن تحرك، أنت لم تستطع أن تعكس وجهة نظرك. يعني من حين إلى آخر، من حين إلى آخر كانوا يقولون كلمة، يعني مثلا من حين إلى آخر كانوا يقولون كلمة، مثلا والله مرة قال إيش والله هذه يعني إحنا يعني شنو إحنا أحياء أو أموات، هل إحنا كفقراء ما يحق لنا الفرح، هل إحنا كذا كذا، والنهاية عملها بيتر ميمي نهاية هوليودية.
والله الطفل والأغنية حطمت والطفل صار نجم ورفع عائلته إلى الأعلى وكذا. يعني بيتر ميمي مشكلته الكبيرة جدا أنه لا يفهم، يعني لم يفهم ماهية الأعمال التي هو نقلها وسرقها ونسخها. يعني هو لا يفهم المعنى الروحي والمعنى الدلالة الدرامية والمعنى الفلسفي للعمل السينمائي. يعني هو هاي مشكلته، مشكلته انه عديم الفهم وقليل الفهم وقليل الموهبة حقيقة، لانه ما عمله او نحن ما نشاهد، لما نشاهد الفيلم المصري نجد نحن مع لغة تلفزيونية مثله مثل المسلسل، او كأن نحن مع لغة تلفزيونية اقرب منها الى اللغة السينمائية، بينما الفيلم حقيقة كان في تقطيع اللقطات ما بين الطريق وما بين الوجوه وما بين كذا. يعني كان تقطيع رائع جدا، يعني فيه نوع من انه يصلك بهؤلاء الاشخاص. اللقطه ما هي اللقطه يا جماعه؟ ومتى انا اقطع ومتى لا اقطع على الوجه، ومتى مثلا اجيب الكاوتش بتاع السياره ومتى اجيب وجه للشخص، وعندما اجيب كاوتش السياره وبعد ذلك اذهب الى الشخص، هنا يتولد معنى، هنا يحدث فيه شيء من الانتقال من هنا الى هنا. يعني انت عندما تعمل عباره انك انت يعني انت اعتمدت على مونتاج سردي، اعتمدت على لقطات سرديه، على لقطات توضح هؤلاء الناس، لكنك انت لم تحرك تحريكا سينمائيا، وخاصه عندما تكون في اماكن متعدده، في اشياء متعدده، في ضوء متعدد، مناخ متعدد، داخل السياره نفسها. يعني كان هناك الاشتغال، هو حاول ان يقلد واخذ الكثير من اللقطات. على فكره اسلوب اللقطات في الفيلم الامريكي حاول ان يعملها بيتر ميمي في فيلمه من ايدي زيكو، لكنه عجز. انت مش عندك، انت صح انك انت كأي واحد مدير تصوير سيأتي وسيأخذ الديكوباج او سيرى هذه اللقطة وكيف تنتج هذه اللقطة او كيف ينتج هذا المشهد، وسيرسم لها إضاءة خاصة وسيرسم لها، يعني يطلب إضاءة خاصة، سيرسم لها مسار الكاميرا وين، لكنك يعني شخصيات هذول اللي أمام الكاميرا شخصيات ضعيفة. يعني الجد يعني كان والعم، هذا العم يعني لا شيء، يعني دي مصيبة، يعني لا يحمل لك دلالة، لا يحمل لك روح، لا يعطيك عبارة واضحة، لا يعطيك فلسفة، لا يعطيك واقع، لا يعطيك شيء. فماذا تفعل أنت عندما تسجل هذا الكاميرا أو تسجل الكاميرا؟ لا شيء، يعني تسجل أداء ضعيف، ويعني أداء باهت باهت جدا. والمصادفات كما قلت يعني كانت مصادفات حقيقة، يعني ما ليس فيها معنى. كان هناك مثلا في الفيلم الأمريكي صادف مثلا الأونكل فرانك عندما كان صديقه الذي يحبه وهو مع الصديق الآخر، وكيف هرب، وكيف الجد عندما طلب شراء بعض المجلات الإباحية بعد ذلك أوقفهم الشرطة، أوقفتهم الشرطة بعد موت الجد، وهم يضعون الجد، يضعون جسد الجد في خلف السيارة، فعندما كشفوا وكذا فانتبه الشرطي أو شرطي المرور أو الشرطي إلى هذه المجلات وبدأ يتصفحها وبدأ يقول أنا أيضا أحب. يعني في نوع، يعني في اشتغال، يعني انت يعني يخلق الفيلم او خلق الفيلم الامريكي لحظات توتر، لحظات خوف، لحظات يعني درامية معينة، وكيف انه خرج منها بسخرية ما، يعني يخرج منها وهو هناك انه ينتقد هذا. يعني ايضا نحن في الشرطة، الشرطي يعني فقط انتبه لهذه الاشياء وهو لم يف او هو لم يدقق تماما ان هناك جسد موجود او جسد رجل ميت موجود في داخل الصندوق، وانتبه فقط لهذه المجلات الاباحيه. في اشتغالات قراءه، قراءه لهذا المجتمع، قراءه لهذه الشخصيات، وهذه الشخصيات يعني صحيح انها لم تنجح او لم تنجح او انهم لم يفوزوا، لكن النجاح الكبير جدا كان هو الاستكشاف العلاقات والترابطات في المحنه وفي الوقت الشده. يعني ظهر كل واحد يساند الاخر، يعني فهذا يعني بمعنى نحن بيت أو أسرة أو نحن مجتمع أو نحن طبقة متوسطة، ربما علينا أن نفهم بعضنا بعضا أولا، علينا أن نساند بعضنا بعضا ثانيا، علينا أن نفرح مع بعضنا بعضا، علينا أن نرقص لبعضنا بعضا، علينا أن نغني مع بعضنا بعضا، يعني بحيث يعني ولد أو ولدت الكثير من الدلالات حقيقة. بيتر ميمي، ونتحدث عن بيتر ميمي ولا فائدة يعني حقيقة، لأن هذا الرجل يبدو أنه أيضا هو لا يستمع إلى النقد. وإلا أنت عندما أنت عملت السبوبة في 2012 وأنت أخذته يعني لقطة بلقطة، كادر بكادر، كلمة بكلمة، وتأتي لي في 2022 وبعد 10 سنوات من مسيرتك السينمائية وتسرق عملا آخر وفيلم مشهور وتقدمه بطريقة مقززة وبطريقة يعني لا شيء فيها.
فانت يعني في عندك مشكله، في عندنا المشكله هي المشكله ليست هي مشكله في الامكانيات، انت تمتلك كاميرا، انت لديك بطل منى شلبي ظهرت في افلام كثيره جدا مدهشه ورائعه، و يعني في هي فوضى مع يوسف شاهين، استطاع يوسف شاهين ان يحركها حقيقه وان يخلق منها دورا مهما جدا، وفي ضحكتها في بسمتها في حركه وجهها في كذا. فهو المشكله ليست في الممثل، انت تاخذ نجم 10 نجوم او نجمين، ليست هي المشكلة في النجوم، ولكن المشكلة في هي مشكلة من النجوم العرب طبعا، لأن النجم يعني هو أيضا ينبهر، والنجم هو يضعف بسبب أنه لا يعتمد على سيناريو هاش، يعتمد على سيناريو مقلد. لا تقول لي منة شلبي ولا محمود عبد العزيز أو كريم محمود عبد العزيز لم يعي بأنه يقلد وبأنه شاهد الفيلم الأمريكي، الكل شاهده، الكل شاهده، ولكن المصيبة أن دائما التقليد يفشل، التقليد يفشل، الإبداع هو الحقيقي أو الإبداع هو الذي يفضل. كنت معكم حميد عقبي، كنا مع فيلم زيكو المسروق من فيلم أمريكي، تحياتي محبتي، تابعوني حميد عقبي، تشاو.